مؤيدو مرسي يدعون أنه رئيس شرعي منتخب بأكثرية، فيما معارضوه يطالبون بحجب الثقة عنه. فهل مرسي رئيس شرعي أم لا؟ الجواب بلغة الأرقام في التقرير التالي. في مثل هذا اليوم من حزيران العام الفائت تربع محمد مرسي على عرش أرض الكنانة، راسما لمصر وشعبها عالما ورديا، واعدا بصونها والنهوض بها خلال 100 يوم. وأقسم الرجل: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضي. وانطلاقا من المفهوم العام لمنطق الرجال، وعد الحر دين والوفاء به من شيمهم، ولكن 100 يوم انقضت، فشل مرسي أو حنث لا فرق، المهم أن الوعود باتت هباء منثورة. تسلط رئيسا وانتزع سلطات البلاد بتشريعها وتنفيذها وحتى قضائها، موسعا صلاحياته، شاقا طريقا إلى أخوانة أم الدنيا، مجردا إياها من قوميتها العربية. غضب الشعب، وكان للغضب صدى ضجت به ساحات مصر وميادينها، مطالبة إياه بالاعتذار أو الرحيل. ارحل، كلمة قالها معارضو مرسي بعد أن ضاقوا ذرعا بجماعة انتزعت جهد ثورة عمدت بدماء الأبرياء، ولكن خادم المرشد الإخواني الحاكم تعنت ولم يرحل، فأعدت جماهير المعارضة العدة لحجب الثقة عنه في يوم منشود حان موعده المضروب. فكان الرد من مؤيدي مرسي المحتشدين في ميدان واحد وحيد بقلة قليلة يرددون دون حياء: سنحمي الرئيس المنتخب. إذن هو رئيس شرعي، وعلى حد وصفهم جاء إلى السلطة بأبهى صور الديمقراطية التي تقول إن الكلمة للشعب بأكثريته كما اتفق. ولو خضنا في هذا المضمار تصحبنا لغة الأرقام بعملية حسابية بسيطة، نصل إلى نتيجة تفضح أكثريته المزعومة. فشرعية مرسي أضفتها أكثرية 51% من أصل 26 مليونا شاركوا في الاقتراع الرئاسي، أي أكثر بقليل من 13 مليون مصري صوتوا لصالحه من أصل أكثر من 50 مليونا يحق لهم الاقتراع، أي هناك نحو 26% فقط من المصريين قالوا نعم لمرسي، وهي أقلية لا شك. زد على ذلك أن نسبة غير الراضين عنه بلغت بعد 100 يوم من حكمه 58%، أي أكثر من منتخبيه. وإذا كان 13 مليون مصري منحوا الثقة لمرسي وأضفوا على حكمه الشرعية قبل عام، فاليوم ثمة 22 مليونا ويزيد نزلوا إلى الميادين لحجب الثقة عنه وتجريده من شرعيته الوهمية، هاتفين بصوت واحد: الشعب يريد إسقاط النظام. إذن الشعب يريد بأغلبيته، والشرعية الوحيدة بمفهوم الديمقراطية للشعب. فأين شرعية مرسي بين هذه الجموع؟ وهل من مكان أو مكانة لمؤيديه الذين اتسعت عليهم ساحة رابعة العدوية لتثبت أنهم أقلية في زمن قال فيه الشعب كلمته؟ أسئلة برسم رعاة الديمقراطية القلقون من وعلى خادمهم المختار.